me give a warm welcome. أسعدتم صباحا جلالة الملكة رانيا الضيوف الكرام نحن هنا لنتابع الحديث في الحوار الهام حول عمالة الشباب ومعنا 90 دقيقة لمتابعة هذا الحوار ونريد أن نطرح أفكار ملموسة واقتراحات وقصص نجاح من المنطقة هناك منحى دائم للحديث عن الحلول بشكل نظري وليس عملي وهذا خلق فجوة ما بين المفكرين والمنظرين في منتديات مثل هذا المنتدى وبين من يعملون على أرض الواقع وهذا خلق نوع من العزلة والمشكلة مشكلة العمالة هي تمس الشباب في كل أنحاء العالم في برنامج CNN Home Exchange وتركيز على الأسواق في الشرق الأوسط ركزنا على هذه المنطقة ووصفتها بالعاصفة المثالية المقبلة ونحن الآن خارجين للتو من الربيع العربي وهناك غياب للفرص والتوقعات ما زالت مرتفعة إلا أنها تنخفض بسرعة هناك حرب أهلية في سوريا تنتقل إلى دول المجاورة صغيرة وكبيرة طبعا أزمة اللاجئين السوريين نجدها هنا أيضا وفي تركيا بالرغم أن الاقتصاد التركي أكبر بكثير من اقتصاديات الدول المجاورة لكنها هذه المشكلة ترهق هذه الدول وركز جلالة الملك في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل من أجل تحقيق نتائج أريد أن أعيد تركيز على الأرقام التي تعرفونها منظمة العمل الدولية قالت في تقرير بأن هذه المنطقة فيها أسوأ مستويات البطالة في العالم 28.3% وبالرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي إلا أن البطالة سترتفع في عام 2013 إلى 30% وهذا ينذر بالخطر وضرورة خلق فرص عمل جديدة لكن ما هي الحلول على المدى القصير؟ هذا ما سأحاول أن ركز عليه ما هي السياسات على المدى المتوسط التي يمكن أن تساعدنا على تصدي لهذه المشكلة نحن نتحدث عن البطالة من البحر المتوسط إلى شمال إفريقيا وأيضا جنوب آسيا حتى الأسواق الناشئة في الهند تواجه مشاكل في خلق فرص عمل كافية للجيل المقبل وفي هذا السياق يسعدنا أن نرحب جلالة الملكة رانيا العبد الله وهي عضو في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي وعملت على برامج مكثفة في هذه المنطقة لخلق فرص عمل في الأردن لنرحب بها ولتتفضل إلى المنصة Thank you, John. شكرا لك يا جون لألخص أين نحن الآن في العالم العربي أستطيع القول بأن ملايين الأشخاص يحتاجون إلى ملايين الوظائف وبشكل عام من يحصلون على أفضل التعليم أفضل مستوى من التعليم لا يستطيعون الحصول على الوظائف التي يريدونها ومن يحصل على أقل مستوى من التعليم يحصل على وظائف ولكنها بمستوى أقل أصحاب العمل ليسوا راضين عن مستوى مهارات الخريجين والخريجون أيضا غير راضين عن مهاراتهم التي يمتلكونها في الغالب المعلمون لا يمتلكون المهارات أو الأدوات الضرورية للتعليم ومستوى التعليم الذي يحصل عليه الشباب قديم وبالٍ لماذا أبدأ بالاستنتاج؟ لأنه حين نتحدث عن العمالة في العالم العربي دأبنا على تكرار نفس الأمور مرة تلو الأخرى والتركيز على نفس الحقائق والاقتباس من نفس التقارير والوصول إلى نفس الاستنتاجات لسنوات وسنوات وسنوات وفي الواقع فإن ملاحظاتي في هذا المنتدى وكلمتي في هذا المنتدى قبل سنتين تنطبق اليوم كما انطبقت قبل سنتين لم يتغير شيء ولكن قد تكون بعض الأمور تغيرت في الواقع فقد شهدنا استثمارات في التعليم بشكل خاطئ في كافة أنحاء العالم العربي شهدنا تزايدا في مستوى الفقر في دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدنا الإحباط لدى الشباب
ولكن وعبر القلاقل في العالم العربي فإن موضوع التعليم لم يتلقى التركيز الكافي. يبدو أننا نسينا ذلك في وعينا وأيضا في أولوياتنا الوطنية. وأغلبنا في العالم العربي يريدون أن يحملوا أجهزة الهاتف النقالة الأجدد والأحدث والتواصل في شبكات الإنترنت، بينما المدارس ما زالت متأخرة جدا. لماذا؟ الإجابة تختلف من بلد لآخر، من قلة الموارد وعدم الاستقرار السياسي إلى البيروقراطية وغياب الاهتمام. إذن الأسباب مختلفة، إلا أن الإجابة واحدة. لا نستطيع أن نقبل بأي مبررات بعد اليوم. يجب أن نقوم بعمل أفضل. أطفالنا يستحقون ذلك، الشباب يطالبون بذلك، ومنطقتنا تعتمد على ما سنقوم به. رؤية جديدة للعمالة العربية لا يمكن أن تتم من خلال تغييرات تدريجية أو من خلال تغيير في جوانب محددة. يجب أن نتحدث عن نهضة إقليمية، ونستطيع أن نحقق ذلك بمزيد من الابتكار والانفتاح والمرونة وشراكات جديدة. ولكن لا يمكن أن يتم ذلك دون إرادة سياسية، وهذه الإرادة لا تأتي من الأعلى إلى الأسفل، هي من الأسفل إلى الأعلى ومن اليمين إلى اليسار وفي كافة النقاط. هذه هي النهضة الحقيقية، هذه هي النهضة الحقة التي توفر التغيير الحقيقي المستدام في كافة الفصول. وتبدأ النهضة بالشراكة الوثيقة ما بين الحكومات والقطاع الخاص ووزراء العمل والتربية، بأيضا العمل سويا، وخلق روابط مع المدارس وأماكن العمل. في العالم المثالي فإن المدارس سوف توفر والجامعات سوف توفر لأصحاب العمل أشخاص لديهم رغبة في العمل والتعلم. إلا أن العالم العربي اليوم ليس عالما مثاليا. في العام الماضي البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وماكنزي وشركائه قالوا بأننا يجب أن نعيد تصميم ترتيب المهارات، ترتيب تقييم المهارات في منطقتنا. حاليا نجد أن الكثير من الخريجين، الكثير من الطلاب يتخرجون دون أن يمتلكوا معارف القرائية والحساب، ولا يستطيعون ولا يتقنون التواصل والإبداع. غالبا ما نعزلهم في غرفة الصف ونحرمهم من تعلم مهارات حياتية من خلال مشاريع اجتماعية، من خلال الرياضة، ومن خلال أيضا المجاورة والتعلم في العمل. من خلال التركيز فقط على العلاقة ما بين المعلم والطالب، فإننا نسلب هؤلاء الطلاب قدرتهم على التعلم من المجتمع، التعلم من نظرائهم والتعلم الإلكتروني، ولا نمتلك الموارد الغنية بين أيدينا. فهناك نحن نمتلك هذه الموارد، هناك أطباء، هناك رجال أعمال، هناك أشخاص ملهمون موجودون ما بيننا، يمكن لهم أن يعلموا هؤلاء الشباب. وإذا لم يتعلم هؤلاء الطلاب المهارات في المدرسة فإنهم لن يتعلموها في سوق العمل. في كتابه تكوين شباب يمكن أن يغيروا العالم، فإن توني واغنر وهو متخصص تربوي من هارفارد يقول بأنه ولأن المعرفة متاحة عبر الإنترنت فإن ما تعرفه لا يهم بقدر ما يمكن أن تقوم به بمعرفتك تلك. هذا يعني أن تحضير الطلاب ليكونوا مستعدين للتوجه للجامعة بناء على علاماتهم المدرسية سيحد من قدراتهم، أما إعدادهم ليكونوا مستعدون للابتكار بمهارات لينة وقدرة على نقل الخبرات واكتسابها، هذا يعدهم بشكل أفضل للنجاح في عالم العمل، وهذا يساعدهم أيضا على أن يكونوا قادرين على الحصول على الوظائف التي يريدونها في سوق العمل. بما أني بدأت بالاستنتاج، بالتالي من المناسب أن أنتهي بالمقدمة.
مقدمة للعالم العربي الذي نريده، عالم عربي يقوم به رياديو الأعمال بالتعليم، حيث يتعلم الطلاب في الملعب ويحلمون في غرفة الصف، حيث يبدأ الشباب شركات صغيرة يفشلون ويلهمهم هذا الفشل ويقومون بتشكيل شركات أكبر وأفضل، حيث يقوم الأطفال باختراعات في كل يوم، حيث هناك ثورات في كل يوم في الشوارع والميادين في العالم العربي، ثورة في الأفكار والابتكارات. أيها السيدات والسادة، حان الوقت للقاء العالم العربي الجديد. شكرا جزيلا. Your Majesty, thanks very much for the. شكرا لك جلالة الملكة على هذه المقدمة. معنا ساعة كاملة لنقاش هذا الموضوع. أود أن أذكر كل من يرغب بالمشاركة معنا أن هناك عنوان تويتر وأيضا على فيسبوك يمكن لكم أن ترسلوا الأسئلة إليه، وأيضا عنوان بريد إلكتروني، وبالتالي يمكن لكم أن تقوموا بإرسال الأسئلة، ومعي هنا جهاز آيباد بالتالي يمكن أن أقوم بقراءة الأسئلة منه. طبعا بروح هذا المنتدى سنفتح الباب للنقاش والأسئلة. أرى أمامي الكثير من الوجوه المألوفة من المدراء التنفيذيين الرئيسيين الذين أود أن أناقش معهم بشكل ملموس الفجوة التي نواجهها اليوم بين ما نحتاج إليه في هذا الاقتصاد متوسع وهذا السوق، وقد أشارت إليه جلالة الملكة بأنها المنطقة العربية المتغيرة، والسوق هنا في العالم العربي يساوي حجم السوق في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التوجه لفتح الأبواب الأسواق في المنطقة العربية كانت مطروحة قبل الربيع العربي، والآن ربما هي مطروحة بشكل أكبر. لن أعرفكم على المتحدثين، ولكن سأبدأ بالسيد ماجد جعفر. أعرف أنه عمل بجد وكلل على وضع مسألة عمالة الشباب في مقدمة جدول أعمالنا جميعا قبل 10 سنوات في اجتماع أو في لقاءات مجلس الأعمال، وأذكر أننا حضرنا قمة في البحرين حول هذا الموضوع. ما الذي فشل خلال هذه الفترة حين من الوقت الذي حددنا فيه أن هناك حاجة لمئة مليون وظيفة خلال 20 سنة؟ الآن مرت 10 سنوات وقمنا بالكثير من الأبحاث، والهدف 100 مليون وظيفة، والكل يقول الآن 85 مليون بحلول 2020، أي قمنا بخلق 15 مليون وظيفة، بقي 85 مليون. ولكن كمجتمع الإنتاج وخلق الوظائف، هل هناك تحرك مستمر إلى الأمام أم عدنا إلى الوراء؟ شكرا لك يا جون. من الواضح أننا لم نقم بما يكفي. يصل عدد السكان إلى 500 مليون في هذه المنطقة في عام 2025، وقلت أننا بحاجة إلى 85 مليون وظيفة خلال 10 سنوات، ولكن كما وضحت جلالة الملكة ففي السنوات القليلة الماضية والتحولات التي شهدناها فاقمت من هذه المشكلة. بالتالي ما كانت مشكلة مزمنة دأبنا على الحديث عنها خلال عقد مضى أصبحت الآن أزمة مستشرية. وكما قال الصديق من صندوق النقد الدولي، قضينا وقتا طويلا خلال العامين الماضيين نتحدث عن نتائج الربيع العربي، ولم يقم أحد بشيء للتصدي لجذور المشكلة. وما قام به الشباب خلال هذه السنوات يوضح أن هذه المسألة الرئيسية. الوظائف في مصر الديمقراطية كانت رقم 9 في قائمة الأولويات، أقل من الأولوية التي أخذتها الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. والطلب الأول للشباب في هذه المنطقة هو وظيفة مجزية. المسألة لا تتعلق بصندوق الانتخاب بل بالكرامة. السؤال لا يتعلق بمتى ستتم الانتخابات لاحقا. هناك أزمة اقتصادية عالمية، و الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشاكلها المالية، وأوروبا لديها مشاكل المديونية،
ونحن ما زلنا نعاني من نزاعات قائمة لا يجب أن ننسى سوريا وعدم الاستقرار في مناطق أخرى في العالم. مع ذلك يجب أن نبدأ بالنظر إلى جذور المشكلة. ففشلنا في توفير وظائف للشباب لا يهدد اليوم فقط ولكن يهدد مستقبلنا. في منطقتنا ما زلنا نعاني من الأسباب الرئيسية للبطالة: النمو المتباطئ والأسواق المغلقة وغياب التوافق ما بين التعليم والعمل. الأرقام دائما والبيانات دائما نسمعها مرة تلو الأخرى كما قالت جلالة الملكة، بالتالي لننسى هذه الإحصائيات. لا أستطيع أن أتخيل حجم 85 مليون وظيفة، ماذا يعني ذلك؟ لنتحدث بشكل محدد، أنت عمرك 23 عاما وتعيش في شقة مكتظة مع والديك وإخوتك، يمكن أن تكون في القاهرة أو في صنعاء أو هنا في عمان، لم تقم بأي عمل منتج منذ أن أنهيت تعليمك قبل حوالي 3 أو 4 سنوات. ربما عملت ببعض الوظائف المؤقتة و فيما عدا ذلك تقوم بتصفح الإنترنت. ما الذي سيحدث؟ يأس كبير. أنتم هنا في الغرفة ربما حين كان عمركم 23 عاما كان المستقبل مشرقا أمامكم ماثلا بإشراق، ولكن يجب أن نتمكن من التعاطف وفهم ما يمر به هؤلاء الشباب، ولا نتحدث فقط عن الأرقام. شكرا كثيرا لك، أثرت مسألة هامة، إحدى التحديات التي نواجهها مجموعتك سيليتك تحاول أن تحدد الفرص التي يمكن أن تحقق أو تخلق فرص عمل للشباب، ولكن في هذه المنطقة كلما زاد مستوى تعليمك كلما قلت فرص الحصول على وظيفة، وهذا مستغرب في الواقع، وهذا يشير إلى مسألة وجود فجوة كبيرة بين مخرجات المؤسسات التعليمية وبين متطلبات سوق العمل في الشركات المالية وشركات الاتصالات والإلكترونيات. أنت قمت بعمل في الحكومة وأيضا في قطر حول هذا الموضوع السيد طارق يوسف، هل تقومون بتحديد الفجوة ومن ثم تقومون بتحديد ما هي الفرص التدريب الضرورية لتوظيف هؤلاء الأشخاص؟ جون، سأعود خطوة إلى الوراء إلى وأركز على ما اقترحته جلالة الملكة وما أشار إليه ماجد أيضا. عبر عقد مضى تمكننا من فهم ما هي القضايا الرئيسية. لا أعتقد أن هناك اثنان يختلفا حول ما هي القضايا، ما هي العوائق المؤسساتية التي تقف وراء العملية الانتقالية من المؤسسة التعليمية إلى سوق العمل، لكن هناك عوائق أخرى إن كانت مرتبطة بالاستقرار وتكوين عائلة وامتلاك بيتك، كل هذه هي تتعلق بمشكلة أكبر مفادها بأن الشباب لا يحصلون على فرص عمل جيدة. تحدثنا عن هذه المشكلة لعشر سنوات خلت ولم نتحدث عن الحلول أو المقاربات التي يمكن أن نستخدمها لحلها. برأيي أن اقتراح جلالة الملكة هو أن نفكر بما الذي وقف في طريقنا للتوصل لهذه الحلول وكيف يمكن أن نصل إلى هذه النهضة التي يمكن أن نطمح إليها جميعا ونعمل من أجل تحقيقها. أنا انتقلت من غرفة الصف ومن كوني باحث إلى العمل على الأرض في الميدان، وفي السنتين الأخيرتين من خبرتي في هذا المجال اضطررت إلى التطور بشكل كبير. كان علي أن أحدث الكثير من فرضياتي وأن أحدث أيضا من طريقة تفكيري حول المشاكل المرتبطة بالانتقال من التفكير والتحليل إلى العمل على الأرض. وبرأيي وباختصار وبغض النظر عن جاهزية الحكومات أو فيما إذا كان هناك مشاريع إصلاح كبرى وهي موجودة، نهج شمولي لإصلاح التعليم ولإصلاح قوانين العمل، كل هذه الرؤى وكل هذه البرامج والحلول موجودة على الأرض، إلا أن التحدي الأكبر هو في مقاربة هذه اللحظة،
هناك تردد لدى صانعي السياسات، المنطقة غير مستقرة وتحقيق حلول على الأرض والعمل على الأرض الآن يمكن أن يحدث تغيير وابتكار ونتائج حقيقية من شأنها أن تؤثر على حياة الشباب. هذا هو الدرس الذي استخلصته من خلال تجربة السنتين الماضيتين. يجب أن تكون هذه هي المقاربة، أن نعمل على الأرض وأن نقوم بحل المشكلة في وقت الحكومات ليست جاهزة لذلك والعالم ليس مهتما والقطاع الخاص لديه مشاكله الخاصة. واقتراح جلالة الملكة وأتفق معها تماما بخصوصه، فإن التفكير بحلول تبني بشكل على بعضها البعض يجب أن نطرح نماذج جديدة للتغيير. لقد قمنا ببعض البرامج ويجب أن نركز أننا هنا لا نتحدث عن العمل بشكل مستقل في مجموعات مختلفة وبحيث تبني زخم، لا، هناك عمل عن طريق شراكات ما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع العام، بحيث نوضح كيف نعطي أمثلة، كيف يمكن أن يتم إعطاء مشورات بخصوص العمل، كيف تعمل أحاضنات المشاريع، كيف تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك. هكذا يمكن أن نحدث التغيير. النهضة العربية برأيي المتواضع تبدأ على الصعيد الصغير على الأرض، بحيث نؤثر بعد ذلك على السياسات ونؤثر على طريقتنا في التعامل مع المشاكل في هذه المنطقة، وهذا يحتاج إلى مساهمة من الجميع. قبل أن أنتقل إلى المتحدثين التاليين، أود أن أطرح سؤالا استكماليا. الخطر، وهذا ما أشارت إليه جلالة الملكة وأيضا في حواراتي مع وزراء من تونس والمغرب ومصر والبارحة مع الأردن وتركيا، هناك إرادة بالعمل. هناك وزير قال لن أقوم بإصلاح قوانين العمل، لا نستطيع أن نمس هذا القطاع. قبل 10 سنوات كانوا يقولون لا يمكن أن نمس قوانين العمل، والآن هناك حديث عن هذا الموضوع. هل في دوفيل عقدنا حوارا في عام 2011 بعد الربيع العربي، قلنا أن هناك حاجة للتمويل على مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الثمانية أن تقدم هذا التمويل، ثم نجد الحكومات متباطئة في عملها ولا يعود هناك استثمارات خارجية، لا يريد أحد أن يخاطر. هل نخاطر فعليا بالعودة إلى معضلة الربيع العربي لأننا لم نتجاوب مع دعوات الشباب؟ الشباب مصابون بالإحباط ويتوجهون للشارع ولا يعطوا حكوماتهم فرصا جديدة، ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة الثمانية لا يلعبون دورهم المطلوب لتقديم التمويل الضروري في الوقت المناسب للتصدي لأولوية ملحة. جون، أنت ستسبب لي مشكلة وسأقاوم الإغراء بضرورة تسمية الأمور بمسمياتها. لن يكون مفاجئا لأحد حين أقول بأن العالم بأكمله بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول المجاورة لهذه المنطقة فشلت بشكل كبير بتلبية طموحات الربيع العربي. قد لا تكون هذه نيتهم أو طموحهم، ولكن لم يقوموا بترجمة تلك الرغبة والإرادة إلى عمليات على الأرض، عمليات مؤثرة على الأرض. ولا يمكن فقط أن نلقي باللوم على الجيران أو على العالم الخارجي. المسألة تتعلق بكيف نحقق التغيير. المال لوحده لا يكفي ليحل المشاكل التي ذكرتنا بها جلالة الملكة، هذه المشاكل مؤسساتية وهيكلية، وهي تبدأ في البيت وتنتقل إلى المدرسة وتواجهك في سوق العمل وتؤثر عليك ثقافيا وعلى مستوى الفكري. المال لوحده لن يقوم بهذا التغيير. يجب أن نركز على الشراكات، يجب أن نركز على المفاتيح ونقاط الدخول التي يمكن أن تحقق هذا التغيير. قد تشعرون بأن هذا الأمر غير مهم أو بسيط، ولكني أصبت بالصدمة حين بدأت أسافر في هذه المنطقة خارج مكتبي واكتشفت بأن المسألة
بسيطة مثل إعطاء مشورة فيما يخص المسار المهني أو تحديد فرص العمل المناسبة، هذا لا يحصل عليه الشباب أو الطلاب في منطقتنا. الجامعات ووزارات العمل ووزارات التعليم لا تقدم هذه المعلومات. هذا يعطي فرص للشباب ليعرفوا من أين يدخلوا سوق العمل، وهذه ليست مشكلة تتعلق بالتمويل بل بالشراكة ما بين القطاع الخاص والوزارة المعنية والجامعات لكي يحدث التغيير. في السنوات الأخيرة وفي أغلب المناطق التي وجهت إليها لم يكن هناك أي مقاومة أو تردد من جانب صانعي السياسات حين تم طرح حلول عملية فعلية، ولكن سأقول لكم ما الذي لن ينجح. ما تم اقتراحه البارحة أن تقوم الحكومات برفع اليد عن هذه المشكلة وتسلمها لأطراف من القطاع الخاص أو المجتمع المدني لتحل هذه المشكلة. هذا لن ينجح. نحتاج إلى أن نعمل سويا على الصعيد الصغير والمتوسط لنبني زخم، لنجمع هذه الجهود لكي نصل إلى ما نصب إليه. ويجب أن نتحدث مع الشباب كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشاكل، ما الذي ينجح، وأن نبين التغيير الذي يحدث بالنسبة للمرحلة الانتقالية بين الشاب من البيت إلى التعليم إلى سوق العمل. محمد الماضي، أعتقد أن علينا أن نتوجه إلى الجوانب الملموسة، وسندعو المتحدثة الأخرى أيضا لكي تفعل الشيء نفسه. أنت رائد في الصناعات الكيماوية. إن فيما يتعلق في إنفاق 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات من أجل تنويع الاقتصاد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا والتركيز على الخريجين، ماذا يعني هذا بالنسبة للتعيين في شركة سابك؟ هل يمكنك أن تجد العمال التي تريدونهم فيما تتسع؟ لقد فتحت فرعا جديدا في جبيل. إذن تدريب الناس وتحديد الاحتياجات المناسبة ووضعهم داخل نظام سابك، أم أنهم ما يزالوا يأتون في مهارات غير مناسبة للشركة المتسعة؟ شكرا. أود أن أعود قليلا وأجيب على بعض الأسئلة التي أثرتها سابقا. طالما أنك تعد أنك ستعود إلى هذا السؤال، نعم سأعود إلى سؤالك لاحقا. بوجهة نظري نحن لا تنقصنا الأفكار، فالأفكار تأتي من كل مكان. كذلك فإن الحكومات صادقة في تعهداتها لحل مشكلة البطالة، وكذلك القطاع الخاص، ولكن المشكلة تقع في التنفيذ. من وجهة نظري فإن آلية التنفيذ ليست موجودة، والسبب هو عدم وجود مظلة يمكن القيام بهذا التنفيذ تحتها، وإن المظلة المقترحة خلال اليومين الماضيين هي الشراكة بين الشباب والحكومات والقطاع الخاص. ثم نحن بحاجة إلى بطل ينفذ هذه المعادلة. حاليا لا يوجد رأس يقوم بهذا التنفيذ، فإن البلدان تعتمد على وزارات العمل وهم يفعلون ما بوسعهم، فيجمعون البيانات ويصدرون المبادئ التوجيهية، وأحيانا يستمع إليهم الناس وأحيانا لا يستمعون إليهم، ولا أعتقد أن وزارة العمل هي الحل. ثانيا قوانين العمل تشكل عقبات أمام النمو في الأعمال، لأنه في بعض البلدان يقول قانون العمل أن تعيينك هو مدى الحياة، وقد رأينا بلدانا مثل الولايات المتحدة وقوانينها المتساهلة وحرية التعيين والطرد والحصول على الأفضل، وبالتالي سيمضون الوقت في تعيين الأشخاص الجيدين. لو أننا حللنا مشكلة العربة أو آلة التنفيذ فإننا نحل جزءا كبيرا من المشكلة. فيما يتعلق بشركتي فإننا نعمل مع الحكومة لإيجاد أفضل النماذج لتنفيذ
التشغيل في قطاع الخدمات والتشغيل في قطاع الصناعة وأيضا من خلال الابتكار والحاضنات. بدأنا مشروعنا الأول مع الهيئة الملكية في جبيل وينبع، ورئيسنا الأمير سعود أعطانا المرافق لتدريب الأشخاص، والحكومة من وزارة العمل أعطتنا التمويل رواتب لمدة سنتين، وقطعنا وعدا بأننا سنعين كل شخص نقوم بتدريبه. حتى الآن عيننا 1000 شخص من المقاولين، ونحن لدينا حوالي 7000، وسنعين هؤلاء، والشركة تصبح سعودية بالكامل، ليس فقط الشركة بل أيضا مقاولي الخدمات. فيما يتعلق بالصناعة، ومن خلال ابتكاراتنا الخاصة والابتكارات التي استوردناها من خارج البلاد، فإننا قمنا بإنتاج منتجات وسيطة متعددة، حيث قمنا بالتعاون مع الهيئة الملكية. سنقوم ببناء المناطق الصناعية وفيها كل متطلبات البنية التحتية من قبل الهيئة الملكية، ونحن سنقوم بتوفير موادنا، ثم نشرك العالم الخارجي من بلدان مختلفة لإدخال التكنولوجيا بحيث يأخذون موادنا والبنية التحتية القائمة لبناء مرافق صناعية لأسواقنا وأيضا للتصدير إلى المنطقة. وثالثا، لدينا تعاون جيد مع الجامعات، فنحن نعمل مع جميع الجامعات السعودية وتحديدا جامعة الملك عبد الله، ونعمل مع الجامعات للتوصل إلى حلول عملية. على سبيل المثال، قمنا بتعيين 5 أساتذة مساعدين وجعلناهم يعملون على مشاريع معينة، وهذه المشاريع سنقوم بوضعها في الحاضنات، وستقوم بتعيين الناس الذين يديرون هذه المشاريع، وسنساعدها بالتمويل وأيضا في التسويق وفي إدارة المشاريع وخلافه. وأخيرا، نحن نرسل الناس إلى بلدان خارجية. لقد أرسلنا 500 شخص حتى الآن إلى بلدان مختلفة للتعليم ثم يعودون. إذن لدينا أشخاص يرسلون للدراسة في جامعات كبيرة ويعودون للعمل معنا. نحن نتوقع من خلال هذه البرامج أن نعين على الأقل 80,000 شخصا. هل يمكنني أن أسأل سؤالا مباشرا؟ هل تحويل العمل إلى سعودية، هل هذا أمر جيد أم أمر سيء؟ هل نعين المحليين بصرف النظر إن كانوا جاهزين أم لا؟ لقد حدثت عملية مشابهة في الإمارات، وقد قرأت الكثير عنها. وبصرف النظر أما إن كان هذا الشخص يعمل أم لا يعمل، وأن هذا يجب أن يحدث بسبب الضغوط، فهل هذا أمر جيد؟ بالطبع هناك ضغط، والفكرة هي أن نتجه إلى فئة معينة من الناس وأن نقول أنك يجب أن تكون في هذه الفئة الوظيفية أو تلك الفئة، وعندما لا ينجح الأمر نقوم بالتعديل. ولكن ما لا يوجد شيء أفضل من العمل مع الحكومة ومع الشباب. برأيي الحكومة لا يمكن أن تحل المشكلة وحدها. إذن تعتقد أن الشراكة بين القطاعين أمر جيد؟ نعم. لماذا معدل البطالة بين الشباب مرتفع جدا؟ إنها تبلغ حوالي 28% لحكومة تصرف حوالي نصف تريليون خلال 5 سنوات. هل العمل مع شركتكم وشركات أخرى سيساعد؟ هل هناك ضوء في آخر النفق؟ هذا هو سؤالي. كما ذكرت جلالة الملكة،
فإن التعليم وعدم التطابق بين متطلبات سوق العمل وما تزوده الجامعات، وإن الأمر بدأ في التغير، ولكن التغير بطيء، قد يستغرق 10 سنوات قبل أن نتمكن من تعديل عدم التطابق هذا. ثانيا، هناك بالطبع أن البلد منفتح للعمالة القادمة من الخارج، والناس لا ينظرون إلى هذا الأمر على أنه أمر مهم جدا. إذن علينا نحقق التوازن بين مسألة عدم التطابق وبين العمالة الخارجية التي يجب أن يتم تعديل لحل هذا الوضع. شكرا جزيلا. لقد شهدنا عمل سابق خلال السنوات الماضية وكيف تقدم، وسأعود إليك لاحقاً. ألن، أشكرك على صبرك. أردت منك أن تستمعي إلى ما يحدث محلياً قبل أن تتحدثي. حسب ما سمعتي حتى الآن والممارسات التي تعتبرينها مهمة كطرف خارجي، وهل لديكم نفس هذه التحديات في الولايات المتحدة؟ وهل هذا ما يزال تحديا في ديبون؟ لو نظرنا إلى التعليم، وقد استمعت إلى المشاكل وخلال اجتماعاتي هنا، فإن هناك تشابها كبيرا مع المشاكل التي نواجهها في الولايات المتحدة. فمعدلات البطالة قد تكون مختلفة، فقد بلغنا إلى 12%، والآن انخفضنا إلى 7%، والنسب أسوأ للأفراد الأصغر والأقل تدريبا. وأن جزءا من المشكلة برأيي هو أن التغيير يجب أن لا يحدث ليس فقط للجيل الحالي من العاطلين عن العمل، بل ما لم نجري تغييرات جوهرية في التعليم من المراحل المبكرة، وإن لم نقم بإدخال طرق مختلفة ومناهج مختلفة وخصوصا في مجال العلوم، فإن هم ليسوا جاهزين من ناحية التغييرات في محل العمل التي حدثت خلال السنوات العشرة السابقة. مثلا المهارات التي حدثت عنها جلالة الملك، عمل الفريق والتعاون، هذه مهارات مهمة عند التعيين لدينا، ونحن ندرب على هذه المهارات بشكل أكبر مما كنا نتوقع، وكنا نتوقع أن نظام التعليم سيكون مناسباً لهذا، ولكن لم يكن كذلك. نحن نشعر أننا زبائن الجامعات، ونتحدث بشكل واضح حول حاجاتنا ليس فقط من وجهة النظر المعرفة المتعلقة بالمناهج والتعليم، ولكن من السلوكيات المهمة لكي يحقق هؤلاء الطلاب النجاح في الشركة. يجب أن يفهموا ثقافة مختلفة وكيف يعملون مع بعضهم عبر الحدود، لأن العمل يتم على الحدود هذه الأيام. وبالتالي فأن نظام التعليم من المراحل المبكرة يجب أن يتغير، بحيث أنه بعد 10 أو 15 سنة نحصل على طلاب أكثر استعداداً، ولكن يجب أن يكون هناك برامج مرحلية بحيث لا يكون لدينا جيل أو جيلين يخسرون الكثير. هناك نظام في الولايات المتحدة يأخذ الكثير من الشباب الذين ليسوا مهيئين للتعليم جامعي لمدة 4 سنوات ويعلمهم مهارات مهنية، وقمنا بشراكات مع كليات المجتمع للحصول على تقنيين للشركات والمختبرات والمصانع، لأننا لا يمكن أن نجدهم. كان لدينا مصنع في تكساس كان فيه 22 شاغرا، وكان لدينا 900 شخص تقدموا بطلبات ولم يتمتع إلا 16 منهم بالمهارات. وعندما وجدنا ذلك، وهذا حدث قبل 5 سنوات، بدأنا بالعمل مع كليات المجتمع لتدريب الطلاب. لابد أنكم نشيطون جدا في هذا السياق، لنأخذ تجربتك في شتى أنحاء العالم بالعمل بشكل عالمية. تحدثنا عن التدريب المهني في أوروبا الشمالية، و أيضا التدريب الشخصي لمطابقة الأفراد لسوق العمل، وأيضا نموذج سنغافورة ومطابقة النظام بطلب الشركات وبرامج التدريب الموجودة في الولايات المتحدة.
ما هو رأيك في هذا النظام التعليمي الذي من هو من مستويين جامعي وكليات مجتمع؟ أعتقد أن بعض أفضل البرامج التي رأيتها بدأت تعمل مع الأطفال في سن 14 لكي يفهموا ما هي نقاط القوة لديهم وما هي فجوات التطور لديهم، ونبدأ بالتحدث إليهم في هذا العمر حول ما يريدون أن يفعلوه عندما يتمون تعليمهم وينخرطون في سوق العمل. إنهم لا يوجهونهم اتجاه معين، ولكن يبدأون بجعل هؤلاء الأفراد الأطفال بالتفكير بالأمر في ذلك العمر. في كثير من الأحيان لا يبدأ هذا إلا للسن 18 أو 19، وبالتالي يخسر الفرصة لحضور بعض الصفوف والحصول على بعض المهارات أو حتى بعض النشاطات اللامنهجية التي تعطيهم القدرة على فهم العالم وما الذي يجب أن يفعلوه لكي يكونوا ذوي صلة وقابلين للتشغيل في هذا العالم. بعض البرامج تبدأ مع الأطفال في سن 14. أريد أن أعود إلى فكرة تتعلق بخطة مارشال التي انبثقت بعد الحرب العالمية الثانية واستخدام الموارد لمعالجة مشكلة إعادة إعمار أوروبا. نريد أن نكون صريحين، بعد الربيع العربي ربما هذا متطلب مشابه، ونحن بحاجة إلى الأداة المناسبة للقيام بذلك. تحدثنا عن الكثير من الأدوات، بنك إعادة الإعمار الأوروبي يتوجه إلى أفريقيا، وصندوق النقد العربي، وأيضا البنك الدولي وغيره، ولدينا صندوق النقد الدولي. لماذا لا يعملون بشراكة ويبدأون بعمليات في شمال أفريقيا للقيام بمعالجة هذه المشكلة؟ تحدثنا عن خطة إعادة الاستقرار في العالم العربي وسمعنا الكثير. لن نريد أن نعيد اختراع العجل، ولكن ما هي أهم الأدوات لأخذ أفكار التي طرحها محمد وألن وطارق؟ قال أن هذا أيضا ينفذ مع سيلتك، وأن نطور هيكلية تكون ذات نجاعة في المنطقة العربية. ما هي نقاط القوة لدى المغرب أو تونس أو مصر، وأن نطبق هذا التمويل بطريقة مباشرة بحيث نتقدم من النظرية إلى التطبيق؟ نحن ننظر إلى المثال التاريخي الذي أعطيته. الولايات المتحدة فعلت في أوروبا بعد الحرب العالمية بهدف سياسي، وهو وقف المد الشيوعي، وكذلك في المنطقة، وبصرف النظر عن رأي الناس بشأن الديمقراطية أو الإسلام السياسي أو تغييرات التي تحدث، فإن الجميع يتفقون على أن أهمية الاقتصاد. خلال خطة إعادة الاستقرار حاولنا نركز على البنية التحتية، وهي إحدى الأفكار الرئيسية لهذا المؤتمر. إن هذه المنطقة حسب البنك الدولي بحاجة إلى 75 إلى 100 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية، ونحن أقل بكثير. في أي قطاعات تحديداً؟ هل هي الطرق أم القطارات أم المياه الصرف الصحي؟ إنها في النقل والطاقة وفي الاتصالات. البنية التحتية بشكل عام فيما يتعلق بالصحة والتعليم، ولكن ليس في الخدمات الحكومية بل في الجوانب المادية. إن 5% من الإنفاق الحكومي هنا موجه للبنية التحتية بالمقارنة مع 15% في الصين. حسب ما سمعت من المؤسسة التمويل الدولية فإن إنفاق البنية التحتية في الصين هو أكبر محرك للنمو. لديهم حكومة تستثمر الكثير بصرف النظر عما يحدث في أنحاء أخرى من العالم، ولهذا السبب لم نرى انتفاضة أخرى في ميدان تيانمن، بل ولكن يخشى أن نرى ميدان تحرير مرة أخرى. بناء على أرقام البنك الدولي، كل مليار دولار قد يخلق 100,000 وظيفة، وتحديدا في البلدان المستوردة للنفط. هذا ليس مبلغا كبيرا إذا قارناه بالأصول الموجودة في المنطقة. في القطاع العام والقطاع الخاص يمكننا أن نخلق 10 مليون وظيفة في المنطقة، وهذا يغير قواعد اللعبة. هناك الدعم المالي المباشر، وكان هناك نقاشات بين صندوق النقد ومصر وأيضا مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا
الإصلاحات على المدى الأبعد والتي تحدثنا عنها لعقد من الزمن أو أكثر المتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغيير بالتعليم من المراحل المبكرة والإصلاحات القانونية، ولكن في الوسط في فترة 3 إلى 8 سنوات علينا أن نحقق الانتقال بطريقة مستقرة، وأن الخطوة الأولى للقيام بذلك هي معالجة خلق الوظائف والنمو في خلق الوظائف بشكل شامل، وبالتالي فإن الاستثمار في البنية التحتية هو أمر رئيسي. لدينا رأس المال في المنطقة، وأن المعرفة متوفرة في الغرب ليس رأس المال الآن، ولكن يجب أن يكون هناك طريقة للمطابقة بين الجانبين. هل تعتقد أن هناك بنية مؤسسية مناسبة للقيام بذلك؟ ربما لسنا بحاجة إلى مؤسسة جديدة، ولكن هل حددنا المؤسسة المناسبة؟ ليس لدي شيء ضد التفكير بالأمور الكبيرة وأن نحلم بعام 2013 ووجود خطة مارشال العربية، ولكني لا أعتقد وحسب بالطريقة التي تم اقتراحها ودور العالم الخارجي والعوامل والظروف في المنطقة، لست مقتنعاً أن هذه الأداة ستتمكن من معالجة كل الأهداف التي تم تحديدها. يمكنني أن أرى أنه قد يغطي فجوات تمويلية كبيرة في مجال البنية التحتية، وأنه سيوفر تمويلاً هاماً للبلدان التي يجب أن تقوم ببناء جوانب مادية ملموسة بالخدمات أو في البنية التحتية، ولكن أعتقد أن علينا أن نفكر في الجوانب التمويل. من سيدفع؟ كيف ستتم إدارتها؟ إن العالم العربي ليس على الحال الذي كان به قبل بضع سنوات. لدينا عالمان عربيان، وهذان العالمان لم يتكيفا مع التغييرات التي حدثت، وهناك شكوك بشأن نوايا الطرف الآخر. وما الذي حدث في الحرب العالمية الثانية حدث في سياق معين وفي ضمن ذهنية معينة. ولو عدنا إلى مسألة البنية التحتية، فإني لا أعتقد أن هناك مبلغاً معيناً سيحل المشاكل المؤسسية المتعلقة بعمالة الشباب والتي تبدأ في البيت أو في المدرسة أو في الأسواق المالية أو في الحصول على سكن. هذه مسائل بحاجة إلى قوانين وأنظمة ومعلمين وموجهين ورياديين. أفضل أن أنفق 500 مليون دولار على إيجاد 5000 مشروع صغير ومتوسط في المنطقة. كان بإمكاننا أن نضع مبلغاً أكبر في التمويل المتناهي الصغر للشباب. قد تبين أن الاختناق لم يحدث في التمويل، بل حدث في جعل المؤسسات في المنطقة التي تريد أن تقرض الشباب أن تكون جاهزة فنياً، وأن نستثمر في طواقمها وعرض المنتجات وتدريبهم. إن المؤسسة المصرفية في بلد إكس ومعدل سن الموظف هو 42 سنة، لا يمكن يجعله يتعامل مع شاب يأتي ويريد أن يحصل على تمويل. هذا لا يمكن. يمكن أن نعمل على جوانب غير المالية وأن نستجيب إلى طبيعة التغيير التي تحدث في المنطقة، وهي تغيير على مستوى القاعدة، والأمر يتعلق بالتمكين وبتحقيق أهدافهم، والأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة أو بأوروبا أو بأطراف خارجية، بصرف النظر عن نواياهم بأن يأتوا وأن يصمموا رؤية للتحول الاقتصادي وكيف سيحدث. لا أعتقد أن هذا سيحدث، ولست على ثقة بأن هذه هي الطريقة السليمة للقيام بذلك. أنا أوافق على رأيك بأن خطة مارشال والتي يتحدث عنها الناس يتحدثون عنها لمجرد الحديث. لننظر إلى العالم العربي، إنه منقسم إلى معسكرين، بلدان غنية وبلدان فقيرة. البلدان الغنية لديها المال ولكن لديها بطالة. إذا جعلنا طرف ما غنياً، هل سنحل مشكلة البطالة؟ لا. ثانياً، هذه البلدان الفقيرة تستورد عملتها أو معظم عملتها من الخارج، ولديها وظائف لهؤلاء. إذن المشكلة
هي معالجة البعد الثقافي لقوة العمل. الناس لا يقبلون الوظائف، يريدون وظائف تعطيهم رواتب أعلى واستقرارا، وهذا لن يحدث. عليهم أن يقبلوا وظائف معينة وفئات مناسبة لأوضاعهم، وبالتالي فإن على البلدان أن تبذل جهدا لتغيير هذه النظرة لدى الشباب بحيث يقبلون الوظائف المتوفرة، وبعد ذلك يمكننا أن نحول العالم العربي بحيث يحصل تبادل للموارد هنا وهناك لتحسين أوضاع العالم العربي. برأيي فإن الناس أنفسهم عليهم أن يغيروا أنفسهم. كيف يحدث هذا؟ ربما تجنيدهم في الجيش لمدة 6 أشهر قبل أن يتوجهوا لسوق العمل أو يفعلوا شيئا من هذا القبيل. إذن هناك تدريب ثقافي لازم. نعم، عليهم أن يتحلوا بالجلد وبالتواضع وأن يصعدوا السلم درجة درجة إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم. هناك نقطة إضافية أردت أن أثيرها وهي عالم الأبحاث. الكثير من الحكومات تعتبر الاستثمار في الأبحاث من قبيل البذخ، وقد أمضيت الكثير من الوقت في بلادي للإقناع الحكومة في مواصلة الاستثمار في الأبحاث والتطوير، لأن الأبحاث هي محرك للنمو الاقتصادي ومحرك للأعمال وللتشغيل. لو فكرنا في هذه المنطقة بشكل عام في العالم فإن 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي ينفق على الأبحاث، ولكن في هذه المنطقة هي 0.2%. عندما أكون في المنطقة ألتقي بالشركاء والعملاء، والجزء الكبير من النقاشات يتعلق بالشراكات لجلب علومنا إلى الجوانب المحلية للمساهمة في حل بعض المشاكل في الزراعة أو في الغذاء أو في الصناعة. لقد رأيت أن الاستثمار في الأبحاث ينعكس ليس فقط على تقوية الأنظمة التعليمية والجامعات، ولكنه أيضا ينعكس على تطوير مستدام للوظائف. عندما يتم الأبحاث وتصبح منتجات فهناك سلسلة عرض، وهذا يؤدي إلى نمو. إذن بالإضافة إلى البنية التحتية علينا أن نفكر في الأبحاث وكيف يمكن أن تساهم في الاستقرار على المدى البعيد. ما هي نسبة الإيرادات التي تنفقونها على الأبحاث والتطوير بشكل سنوي؟ لا يمكننا أن نتنافس مع ديبون بالتأكيد. يبدو أنكم تقومون بعمل جيد مع ذلك. الآن ننتقل إلى منتجات أكثر تقدماً، ولكن ننفق أقل من 1%. أما نحن فننفق 5%، ولكن لو أن تتوقف على 1% لا سنواصل. هناك أسئلة جيدة جداً تأتينا. هذا سؤال من بدرية خويا وموجه إلى إلين. كيف يمكننا أن نمكن النساء الشابات لكي يكتسبن هوية المرأة العاملة بالإضافة إلى هوية الأم؟ هذه ظاهرة عالمية. كيف يمكنك أن تحقق بين هذين الوظيفتين؟ لا يوجد توازن في العالم، وخصوصا إن كان لديك 3 أطفال كما هو الحال معي. ولكن إن شركتي هي شغفي وأيضا عائلتي، أنا مهتمة بالاثنين وأنا أحقق النجاح في بشكل من الأشكال. لقد أدركت أن النساء يشكلن قدوة صالحة للنساء الشابات. مثلا الشابات ينظرن إلى المرأة المهندسة أو المرأة المديرة وتشكل قدوة، ونحن نمضي وقتا كبيرا في المدارس، فأنا أتوجه إلى المدارس في المدينة التي أسكن فيها وأتحدث إلى فتيات بعمر 14 حول ما يريدن أن يقمن به من ناحية العمل. كامرأة وكمهندسة وكمديرة لشركة فأنا أشعر أن هذا جزء من دوري أن أساعد في عملية تطوير المرأة بشكل مستمر.
عندما كنت امرأة تدرسين الهندسة هل كنت تعتبري فريدة من نوعك؟ نعم، لم يكن العدد كبيرا. إن ألن هي قدوة على المستوى العالمي، ولكن في هذه المنطقة العدد ليس كبيرا. لا يمكنني أن أفكر في مديرة واحدة لا تعمل في شركة عائلية أو حتى في شركة حكومية. إن البطالة بين الشباب هي حوالي 40% كمعدل للنساء في المنطقة. هناك تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخرا يشير إلى تحسن ولكن بطيء فيما يتعلق في مشاركة المرأة، وقالوا أن الأمر سيستغرق 150 سنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكي تصل إلى المعدلات العالمية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل. وهذا أمر اقتصادي واجتماعي جوهري. إن لم نقم بالتعليم وتهيئة الفتيات بشكل مناسب فإننا نقضي على التعليم للجيل القادم لأنهن الأمهات، وإننا لن نسيطر على الزيادة السكانية، ونحن أيضا نعرقل عمليات النمو. إذن علينا أن نزيد وأن نعمل المزيد فيما يتعلق بمشاركة المرأة، والأمر يتعلق بالثقافة وأيضا بالسياسات. أعتقد أننا أجبنا على هذا السؤال. لا يمكن للمرأة أن تقود سيارة، ولكن هناك وظائف. إذن الأمور تتغير خطوة فخطوة في المملكة، والشيخة موزة قد شكلت قدوة رائعة فيما يتعلق بالتعليم في قطر، ورأينا العمل جلالة الملكة هنا في الأردن. هناك الكثير من القدوات المناسبة، وأيضا الشيخة القاسمي في الإمارات. كلهن النساء شكلن قدوة جيدة. هل يمكن حل مشكلة البطالة لدى الشباب من خلال الهجرة وانتقال العمل بين البلدان العربية؟ وهذا السؤال موجه من السيد بشير. هذا موضوع تحدثنا عنه كثيرا. السوق وعدد السكان سيرتفع إلى 500 مليار، ولكن ما يزال هناك حدود في المنطقة. هل توافق أن مثلا دول مجلس التعاون الخليجي هي 6 بلدان وتفكر في ضم الأردن أو المغرب، ولكن ماذا بشأن منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا؟ لا يزال هناك حواجز. أنا وافق تماما أن الحدود تشكل عقبات لإدخال العمالة العربية وخصوصا العمالة الموهوبة. والآن يتم استيراد العمالة من خارج العالم العربي، وبالتالي من خلال تخفيف القيود على حركة التجارة وثم تخفيف القيود على حركة العمالة، هذا سيشكل أساما كبيرا في حل هذه القضية. هل يتحركون بالسرعة المطلوبة؟ هل هناك جهات تجارية؟ هل هناك مثلا نوع من البنى مثل الكارتيلات والتي تسيطر على قسم كبير من الاقتصاد؟ كلا، هذا بدأ يتغير. في بلدان مجلس التعاون الخليجي هناك تحرك في التجارة وتبادل في العمالة، وسعوديون يذهبون إلى دول مجلس التعاون الأخرى ويعملون، وكذلك هذا يحدث في شمال إفريقيا وهنا في هذه المنطقة. طبعا في نهاية المطاف سنصل هناك. هل لنا أن نضيء القاعة ونستخدم الميكروفونات النقالة لأخذ الأسئلة؟ لدينا هنا سيدة طلبت الكلمة. يرجى رفع الأيدي لطلب الكلمة. وريم هنا في الصف الأول، وميكروفون ثالث، ويرجى توجيه السؤال إلى المشاركون. أنا أستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة. هناك تطور جديد في مجال التعليم. هناك مثلاً
طلبة من عمان أو القاهرة يستطيعون أن يحضروا حصة في جامعة هارفارد مع أفضل الأساتذة. ألا يحن الوقت لوقف ضخ الأموال الطائلة في النظم التعليمية القديمة البالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة؟ كيف نستطيع أن نفعل ذلك على مستوى كلي وجزئي وبشكل فاعل؟ بدأنا باتخاذ خطوات بذلك الاتجاه يا محمد، وأنا بدأت أتحمس لفرص التعليم المتوفرة من خلال التعليم عبر استخدام الفضاء الإلكتروني. في بعض الأحيان طبعاً يمكن حل بعض الإشكالات المرافقة من خلال الترجمة أو من خلال الإرشاد والتوجيه والملازمة. هذه من الأمثلة العملية التي نستطيع أن نعمل مع وزارة التعليم للاستفادة من مثل هذه الفرص التعليمية، وهذا طبعاً سيقلص من الإنفاق الذي يهدر أحياناً على برامج تعليمية غير مجدية. يجب أن نفكر خارج المربع، ولكن هذا لا يعني أن نأخذ السياسات القديمة ونضيف بعض التغييرات عليها، ونأمل بالتالي أن تكون النتائج كبيرة. ربما هذا يتعلق بتحسين الفرص القائمة وكذلك التفكير بصورة مبتكرة. سأعطي مثلاً، فهنا استخدام للتكنولوجيا، هذا مثل من إمكانية الحصول على التمويل. قبل عام استثمرنا في منصة للإقراض عبر بين النظراء، وهذا موجه للشباب. أنا اعتقدت أن الفكرة مجنونة عندما طرحت أمامي، ثم الشباب أقنعوني بأن أستثمر حتى في هذا المشروع. وخلال 6 أشهر هذه المنصة الموجودة على الفضاء الإلكتروني سهلت أكثر من 3.5 مليون دولار من القروض. قدمها أكثر من 65,000 فرد من أرجاء العالم للشباب العربي، وهذا خلق أكثر من 2500 مشروع متناهي الصغر. لم تذهب الأموال إلى الحكومات، لم نحتاج إلى الحكومات، لم نكن بحاجة إلى برامج تمويل ضخمة، لم نكن حتى بحاجة إلى تدخل من العالم الخارجي، فقط كان مطلوب منهم أن يتعاونوا، وبالتالي استخدام التكنولوجيا وإعطاء أفكار جديدة لحل المشاكل العملية. أعتقد هذه هي المشاكل العملية التي كانت جلالة الملكة تقصدها عندما طرحت كلمتها. فأنا لست متفائلا بالنسبة للأفكار القديمة، فهي تتطلب دورا كبيرا من الحكومات. وجون هنا أعتذر، مجيد أبرز المشاكل المتعلقة ليس فقط بتدني مشاركة المرأة في سوق العمل، بل الانخفاض الذي شهدناه في سوق العمل بالنسبة للمرأة في السنوات الأخيرة. هذا كان محبطاً، فنحن اعتقدنا أن زيادة مستويات التعليم سيعني زيادة أو ارتفاع في مشاركة المرأة في سوق العمل. نحن نعلم أن المطلوب أحياناً هو التعامل مع فكرة العمل الملائم أو مكان العمل الملائم والفصل في مجالات العمل. من يعمل عمليا على حل هذه المشاكل؟ كم شركة وفرت وسائل نقل آمنة للمرأة من المسكن إلى العمل؟ وذلك للتغلب على المعيقات الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل. وأخيرا المملكة العربية السعودية وهي محافظة جدا في مسألة سوق العمل بالنسبة للمرأة، ولكن هناك حركة الآن في المملكة لتشجيع المرأة على العمل انطلاقا من منزلها، وهذا جهد من الحكومة وبالتعاون مع وزارة العمل. سنمكن المرأة، وهن يواجهن المعيقات الاجتماعية في وجه العمل. هناك أسئلة جيدة إلكترونية تأتي إلينا من القاعة. مها الفهوم، أنا المديرة الإدارية لإنفست سويس. هناك مبادرات كثيرة في العالم لحل هذه القضية، ولكن المشكلة هي أن الشباب لا يعرفون عنها. هناك مؤسسات مثل عبد اللطيف جميل وسابك تقدم
التدريب، وهناك مؤسسات تقدم الإرشاد والملازمة، وهناك مؤسسات تقدم الإقراض والتمويل، ولكن الشباب لا يصلون إلى كل هذه المعلومات، والمعلومات هي القوة. نحن بحاجة إلى بوابة موحدة للشباب. عندما يذهب الشاب إلى هذه البوابة يحصل على المعلومات المتعلقة بالمنح وغيرها. مؤسسة بيل غيتس وميليندا غيتس عندهم مثل هذه البوابة. نحن أيضا نستطيع أن نقوم بالتدريب، ونريد أن نظهر للشباب العربي قصص النجاح، ومثل هذه البوابة الموحدة يمكن أن تساعد. وأود أن أوجه الدعوة لجلالة الملكة ولمكتب جلالة الملكة لتبني مثل هذه البوابة، لتكون بوابة لفرص العمل، حيث يتم تجميع كل المعلومات المطلوبة في هذه البوابة. فلا يعرف كل الشباب عن المبادرات، مبادرات القيادات الشابة وصناع العالم. نحن يمكن أن نقوم بهذا من خلال توفير المعلومات، من خلال التنفيذ. لنبدأ ببوابة. شكرا، فكرة طيبة. ريم بدران، عفوا ريم، قبل أن تأخذ الكلمة أرى من يطلب الكلمة أيضا. هذا السيد أيضا يطلب الكلمة. لدينا الميكروفونات، يرجى نقل الميكروفونات إلى يمين القاعة. ريم، شكرا. أود أن أشكر المشاركين على هذه المساهمات الرائعة. لدينا معدلات بطالة مرتفعة في منطقتنا، ومعظم هذه البطالة تقع في صفوف المرأة، وهم يشكلون 20% من المساهمة في إجمالي الناتج المحلي في منطقتنا. وهل لي أن أسأل السادة والسيدة، وأنا فخورة بوجودها، عمليا في شركاتكم كم من النساء يعملن، كم من النساء على مجالس الإدارة، وماذا تفعلون في هذا المجال؟ لنقدم إجابات عملية. مجيد، هل عندكم نساء على مجل؟ نحن من قطاع النفط والغاز، ونحن قطاع يسيطر عليه الرجال أكثر حتى من القوات المسلحة، ولكن لدينا بعض السيدات ودونغاس على المجلس، ونحن نسعى لتنفيذ هذه المشاركة على كل مستوى. من يريد أيضا أن يقدم المثال؟ الشيخة موزة تمثل قدوة في قطر وفي فاسيليتك. نعم، أعتقد أن 60% من الموظفين هن من النساء، و30% من الفريق التنفيذي، ومجلس الإدارة مقسوم 50-50 بين الرجال والنساء. ويسرني جدا أنك طرحت هذا السؤال. يسرني أن أحيي أيضا إحدى عضوات مجلس الإدارة من سوناتك، وهي مناصرة لحقوق المرأة، سمو الأميرة الطويل. شكرا لوجودك على مجلس الإدارة ودورك النشط في المجلس. محمد، نحن لدينا 30%، إذا أخذنا الولايات المتحدة، الشمال أمريكا، أوروبا والصين. أي أنت تضع معيارا جديدا لنفسك. نحن في التلفزة نقول سنغرق بدون النساء، لأنهن الأكثر ابتكارا، وهم قادرات أكثر على تناول المهام المتعددة. وإلين، إلى جانب عملك في ديبونت كمديرة تنفيذية، ماذا فعلت من حيث توظيف المرأة؟ نحن مثل محمد إلى حد بعيد، فنحن شركة عالمية، تقريبا الثلث من القوى العاملة عندنا من النساء. في الولايات المتحدة النسبة أكبر، حتى في أوروبا نقع وراء ذلك، في آسيا ننخفض أكثر، وفي هذه المنطقة. ولكن يسرني وأعتز بأن أقول أننا وصلنا إلى 20% هنا، ولكن نحن نبذل الجهود في ذلك. لدينا قيم أساسية هي السلامة والجانب البيئي والسلوك واحترام الأفراد أو احترام البشر، وفي ذلك نتحدث عن التضمين
أو الشمل، أي أن يعمل الجميع ونشمل الجميع في إنجاح الشركة، وهنا نقصد احترام التنوع إن كان ثقافيا أم من حيث النوع الاجتماعي. هذا جزء هام من سياستنا في التوظيف والتطوير. استغرق الأمر بعض الوقت في أبوظبي، ولكننا وضعنا برنامجا للتدريب، والكثير من الفتيات اللواتي تقدمنا إلى CNN ليتدربوا كنا ناجحات، وكنا مستعدات لدخول سوق العمل ولدخول الصناعات الابتكارية. أتحدث عن فتيات في العشرينات المبكرة. دريد محاسنة، هناك سوء تفسير لخطة مارشال. فالخطة لا تعني فقط نقل الأموال، بل أيضا نقل المبادئ، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الشفافية، والسماح للشباب بأخذ الكلمة وبوضع السياسات التي تعني مستقبلهم. لقد تفاجأت وبشكل سلبي بأننا وكأننا نرسلهم إلى معسكرات عسكرية. هذه ليست الروحية التي نريد أن تسود. نريد أن نسد الفجوة بين الأثرياء والفقراء. نريد أن نعيش في منطقة تتقبل كل الأديان وتتقبل أيضا العولمة. حول المعسكرات العسكرية، مع أن هذه تشكل خطة مارشال بصياغة أخرى، سمعت في دبي في إحدى النقاشات ماذا عن الخدمة العسكرية، والتي لا يقصد بها خدمة عسكرية محضة بل خدمة مدنية. وهناك مشروع شبيه في الولايات المتحدة، أي خدمة وطنية يمكن أن تشكل أقل من 6 أشهر، ولكنها تساهم في تحصيل المهارات الأساسية. فإصلاح النظام التعليمي سيتطلب جيلا كاملا، ولكن لمساعدة الناس على الدخول إلى سوق العمل والاستفادة طبعا من التكنولوجيا والبوابات، هذه ستساعد. ولكن ماذا عن المهارات الأساسية، كيفية التقدم بطلب العمل ومهارات الاتصال؟ يجب أن نساعد الناس على أن يكونوا قابلين للتوظيف. لا أقصد برنامجا عسكريا محضا، بل نوع من برنامج الخدمة العامة. في الواقع في عديد من دولنا هناك خدمة وطنية، ولكن هذه تظهر وكأنها عقبة في حياة الشاب، أي أنك تحضر 2 عامين من حياتك. لو وظفنا هذه الخدمة الوطنية للقيام بالتطوير والتدريب على العمل في فريق والتواصل والمهارات التي تحدث عنها مجيد، هذه ستساعد ويمكن أن تشكل خطوة نحو التقدم إلى سوق العمل. لدينا ميكروفونات هنا وسنأخذ سؤالين إضافيين. ولدينا ميكروفون هنا أيضا في الصف الثاني. شكرا، شكرا على هذا النقاش الممتاز. أود أن أعود إلى البنية التحتية الممكنة لخلق فرص العمل، وأقصد البنية التحتية القانونية التي تسوي أرضية الملعب. أعتقد أن هناك الكثير يمكن للحكومات المحلية أن تؤديه، مثل قوانين جيدة تتعلق بالإفلاس. تستطيع أن تنشئ شركة، وكيف تتصرف الحكومة تجاهك إذا فشلت دون ما الذهاب إلى السجن؟ هذا جزء هام من الموضوع. إلن، هل نستطيع أن نأخذ منك جوابا سريعا؟ كمستثمر أجنبي ربما تأخذين 5 قضايا أساسية في كل بلد: قوانين العمل، سيادة القانون، حرية الصحافة، الديمقراطية، والقدرة على الاقتراع، وحقوق المرأة. أين تضعين الإطار القانوني في هذه القائمة؟ هذا إطار هام، لأنه يعني الكثير من القضايا في أي بلد. مثلا الفساد، إذا كان هناك سيادة قانون وإطار قانوني وقواعد واضحة،
فلا يهم ما هي القواعد، ولكن المهم هو أن تكون قواعد واضحة وأنظمة واضحة بحيث تتخذ القرارات على أسس واضحة، وهذا يؤثر على قراراتنا في الاستثمار. ساعة وربع وغطينا كل هذه المواضيع، والآن الوقت يداهمنا. سؤال سريع من هنا، لدي سؤال موجه إلى محمد الذي يمثل سابق. في المملكة النساء يمثلن 80% من البطالة. السابق لم تفتح الأبواب بعد أمام المرأة لإيجاد فرص العمل للمرأة، بينما أرامكو فعلت ذلك. السؤال هو لماذا لم تفتح هذه الأبواب بعد، ولماذا كل هذا التأخير؟ ليس صحيحا أننا لم نفتح الأبواب، لقد وظفنا أكثر من 50 مرأة حتى الآن. كم مرأة؟ 50؟ الرقم الإجمالي كم عدد الموظفين في المملكة العربية السعودية؟ 20,000 سعودي؟ لدينا 20,000 سعودي؟ نعم، يجب أن تبدأ من مكان ما. لنكن صريحين، أنا لا أنتقد، نحن بالتأكيد بطيئون، وهذا لم يكن فعلا عن قصد، أو أننا لا نريد أن نكون معارضين لمشاركة المرأة، ولكن هناك أخطاء كثيرة اقترفت، وهذه أساءت للعاملين ولأصحاب العمل، ونحن الآن في موقع يسمح لنا بأن نطبق أفضل الممارسات وأن نطبقها في شركتنا، وستشهدون تغييرا كبيرا عما قريب. لا نستطيع أن نأخذ أسئلة إضافية لأن الوقت انتهى، ولدينا مشاركة كبيرة إلكترونية. هناك سؤال يتحدث عن لماذا نستخدم الشركات بين القطاعين العام والخاص. هذه نظريا جميلة ولكن لا تنجح. هل نستخدمها في قطاع التعليم مثلا؟ أنتم تقومون بهذا فعلا في السعودية، هل هناك مشكلة في هذه الشراكة؟ كلا، لا مشكلة في هذه الشراكة، إنها صيغة ناجحة ولدينا شراكات جيدة مع الحكومة، ونحن نعمل معهم ونقوم ببعض المشاريع معا. إذن هذه ضرورة، ولابد أن تؤسس بشكل واضح وأهداف واضحة. إذا كنا واضحين فنستطيع أن ننجح. هناك سؤال من منير حول كيف نحل مشاكل تعود عقودا إلى الوراء مع أنظمة تعود عقودا إلى الوراء. لقد اكتشفنا في الفترة الأخيرة أن بعض الأنظمة لا تدوم، هناك أنظمة لابد أن تساءل. هذا هو السؤال. سأطرح هذا السؤال كجولة أخيرة للنقاش. إن المساءلة في القرن 21 لم يعد سؤالا، أليس كذلك؟ لا أعتقد أن الموضوع سؤال يا جون، ولكن لنعد إلى أين بدأنا مع الكلمات التي طرحتها جلالة الملكة حول الضرورة والتوافق حول الحاجة إلى التغيير. فالعالم العربي أهدر فرصا كبيرة هائلة خلال السنوات 15 الأخيرة وفي مجال التغيير، وفيما يتعلق بالسياسات والتغيير نستطيع أن نفهم لماذا هذه التحولات في مصر وتونس وليبيا واليمن، لماذا كانت حتمية، كان لابد أن تحدث وتخلق فرصة لصانعي السياسات ليحدثوا التغيير من خلال الضغط نحو المساءلة وفتح الساحة السياسية. وربما هذه هي أكبر الرسائل عندما نفكر في السياسات التي ستنشأ في ضوء الربيع العربي، المساءلة والشفافية. طبعا هناك ما يترافق مع كثيرا من الفوضى، ولكن هذا يجعل النظام مساءلا أمام الجمهور، وربما هذا مكسب هام من التحولات التي شهدناها في بعض هذه الدول. شكرا، أود أن أوجه الشكر لجلالة الملكة رانيا والتي أبقت هذا الموضوع على أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي، وأعتقد أننا سنواصل النقاش، والساعة 6 اليوم سنناقش الحصة الكبيرة للشباب في البطالة في المنطقة، وستكون هناك نقاشات إضافية أيضا على CNN في
الفترة القادمة. هناك كثير من الأسئلة، أود أن أشكر الجميع. هذا نقاش بناء أكثر بكثير من النقاشات السابقة قبل عامين. هناك أفكار عملية وليست نظرية وموجهة نحو العمل. أشكركم على حسن الإصغاء.